السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا مساء الورد. اليوم في الحجر في جيزان، نزلت مدينة جيزان واستأجرت فندق وثرنا اليوم بقصة. حصل لي هذا الموقف يمكن قبل 10 سنوات، كنت أسافر كثير لإثيوبيا. إثيوبيا جنة الله في الأرض، كانوا معظمهم مسلمين، ومع الضغط الحاصل عليهم عالميا صار أكثر من 70% مسيحيين و30% تقريبا مسلمين، بينما كان العكس قبل 30 سنة، لكن إن شاء الله يعود الإسلام زي ما كان. سكنت في فيلا في حي اسمه بولي. إذا نزلت أنزل في حي اسمه بولي. بولي هذا حي السفارة السعودية والمطار وحي فخم وكذا. المهم وأنا ساكن في حي بولي هذا، كان عندي 3 غرف في الفيلا وأنا واحد، وجايبين واحدة إثيوبية حارسة، يعني حارسة الفيلا مثلا ومشرفة كذا، وجايبين واحدة شغالة، وجايبين حارس على الباب نقول له جيب لي ذبيحة، يروح يجيب ذبيحة ب90 ريال 100 ريال يذبحها، ونحط الكبدة في الثلاجة ومضاغيط، ووزع على الجيران كل يوم ذبيحة ونوزع على الجيران الباقي. المهم جلست 4 أيام، بعدين قلت بنتقل مدينة اسمها الجمة. الجمة عاصمة المسلمين، أبغى أشوف مركز إسلامي هناك، في 200 طالب يحفظون القرآن ويصيرون خطباء وأئمة مساجد على مستوى إثيوبيا، يخرجون كل سنة 200 250. فقلت أزوره ونشوف الوضع وندعمهم، نستطعنا ندعمهم. وكان المسافة يمكن 7 ساعات 6 ساعات خط ترابي، وتستأجر سيارة من الصباح. المهم أنا قاعد أفطر، بلغت الشغالة هذه حارسة الفيلا، قلت لها بطلع بكرة. أعلنت إن في فيلا فاضية، جو ناس يستأجرونها، جو 2 سعوديين، واحد اسمه كذا يعني من التجار شغال في بنك، وواحد ثاني شاب عمره يمكن 70 ولا 60 سنة متين وبرضه تاجر. دخلوا يوم شافوني، لا إحنا آسفين. قلت تعالوا، وأنا قاعد أفطر كبدة في الصالة، والله أنت تفطرون معي. جو حطوا شنطهم وجلسوا يفطرون، فطرنا كبدة وشاهي وهيصنا وخبز وانبسطنا، ومن أنت؟ أنا باسمي فلان ومدري. أخذ جوالاتهم، أخذوا جوالي، ومشيت أنا بعدها إلى الجمة. وقصة الجمة يمكن قد قلت لكم الكوارث اللي حصلت يوم رحت الجمة، ولا بنزل لكم في حلقة ثانية. رحت الجمة قعدت 4 أيام ورجعت. يوم رجعت أدور لي فيلا في الحي نفسه، والله ولا فيلا حصلت. ألف يمين يسار، قلت يا ولد ما معي إلا أرجع الفيلا اللي كنت فيها، إما أنهم طلعوا ولا سكنت معهم. والله لفيت دقيت على كان اسمها نعيمة، يا نعيمة قلت والله باقي السعوديين موجودين. قلت هات واحد منهم، أخذت واحد منهم قد اللي كان شغال في البنك. هلا أستاذ عبد الله كيف حالك؟ أنت عندكم 3 غرف نوم وأنا واحد وأنتوا 2، يعني بقدر أدخل في الغرفة الثالثة وبدفع حقها. وافقوا وجيتهم. أول ما دخلت قلت شوف يا جماعة لا تعرفوني ولا أعرفكم، أنا بسكن في غرفتي هذه، ولكم دينكم ولي دين، أنا مالي في برامجكم وفي أشياءكم، أنتوا كويسين ما أنتوا كويسين، أنا مالي علاقة. وفعلا كان واحد منهم يروح مراقص، كان يقول لي روح، قلت أنا ما هي من سياستي ولا أحبها. فالكبير في السن هذا كان عنده يعني ظروف معينة وأشياء. المهم صليت أنا الفجر وطلعت في الصالة تفرج التلفزيون، يعني سماجة. فإذا بالشايب هذا معاه واحدة تصلح له مساج كانت في الليل أو ما أدري إيش كذا، هو مريض وكذا. فطلع عت من الغرفة حقته وطلع هو وراها، وجاته صدمة. أنا متكي على الريموت وجهزت لي قهوة. جاته صدمة، قلت لكم دينكم ولي دين. وفعلا راحت هي وجاني، قال والله ثم والله اني ما قربت. قلت يا اخي انا مش علي تحلف لي ليه؟ لا اني ربك ولا اني ابوك ولا اني امك ولا ادري عن شيء انا يا اخي. المهم جت الشاهي والقهوه وجلسوا جنبي وقاعد يسولف، وانت ليش تجي اثيوبيا؟ وش تصلح في اثيوبيا؟ وش مدري ايش؟ قلت والله انا اجي لاعمال كذا معينه، ونشوف المسلمين ونشوف المساجد ونشوف احوالهم ونشوف الامه الاسلاميه ايش اللي صاير ولنا اشياء اخرى. المهم تكلمت حوالي ساعه ولا ساعتين، هو الرجل قال والله اني سافرت اكثر من 70 بلد صيد ومع بشوات ومع ناس، ما جلست يوم واحد مع ناس يقولون فعلا نبني مساجد. كم يكلف المسجد؟ والله 10,000، وبعض المساجد 20,000، لأننا نحطها سقف هنجر وجدران بالطين وكذا على قدهم، زي ما يعيشون نعمل لهم زي كذا. المهم قال سبحان الله العظيم، لي 70 سنة من حياتي ما بنيت ولا صلحت ولا مدريج ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أشهد الله أني ببني مسجد وأنت اللي بتتولى لي هذا الموضوع. قلت والله ما تولى، لكن بدلك على قرية كبيرة تحتاج مسجد وأنت وواصل موضوعك. قال أنا كبير. قلت إن شاء الله أن تدخل جنة بهذا العمل وأن تصبح منها الخير. وفعلا بنى مسجد كلف يمكن 70,000، وصار ما شاء الله من أرباب الخير،
من اللي يبنون مساجد ويسافر بنفسه يوقف على أوقافه. والله لا تنفعك مالك ولا ينفعك ولدك ولا ينفعك أهلك، ولو جاك شيء ولا جلطة تقعد منطول ما حد سأل عنك إذا لم تعمل لنفسك الآن. يجب وجوبا الواحد من الآن يكون له أوقاف باسمه، يكون له أعمال باسمه، يكفي الأيتام باسمه، يبني مساجد، يحفر آبار. أنا عندي حفر البير أهم من بناء مسجد. الآبار تنفع عدد كبير، والله المسلمين هناك إنهم يدخلون الكنيسة عشان يأخذون موية، لأن الكنيسة فيها بير والمساجد ما فيها. ولذلك أمة الإسلام برقابنا 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 في كل بلاد المسلمين تجدنا نحن ضعوف، مع أن عندنا مال وعندنا فلوس، أقدر أحفر بير بألفين بألف وخمسمائة بسبعة آلاف بخمسة آلاف، وقف لي وصدقة جارية لي، ولما بعد يصلح الله بهم المال والذرية والولد. الآن هذا الرجل الله بارك له وطرح فيه بركة وأصلح أولاده ناس ملتزمين وصار من أرباب الخير، لأنه يقول طوال سفرياتي كنت أمشي مع ناس ما هم كويسين فما رأيت هذا الطريق. سبحان الله كيف الله يعني يسر له من الأمر الشيء الكثير. حبة تجد بالقصة، وفي قصة ثانية بعدين نجيبها.